أيها الحضور الكريم، نرحب بكم اليوم في هذه الليلة الرمضانية بنفحات صوفية من المديح والسماع وطرب الآلة، بدعوة كريمة من جمعية غرناطة لطرب الآلة، فمرحبا بكم جميعا. في البداية لا يسعني إلا أن أشكركم على حضوركم، والشكر موصول إلى الحاج التازي الذي أتاح لنا اللقاء في هذه الفيلا أو هذا في منزله الكريم ولأسرته كاملة صغيرا وكبيرا، فشكرا للحاج التازي ولعائلته. الشكر موصول كذلك إلى كل من ساهم في إنجاح هذه الأمسية بدعمه سواء المادي أو المعنوي أو بحضوره، والشكر موصول لميكنس سونوريزاسيون في شخص مسير السيد عماد بهدو اللي وفرت لنا آلة الصوت اللي غادي نستمتعوا معها اليوم، والشكر كذلك سي أمين مهندس الصوت ديالنا اليوم واللي غادي يتحفنا رفقة المجموعة، وتحية ليهم. ما ننساش نشكر السي عبد العالي حماني رئيس جمعية غرناطة للآلة، اللي مع الأسف هو ما كيبغيش يبان وما كيبغيش يظهر، ولكن اليوم غادي نفضحوه اللي هو السي عبد العالي حماني. وضيوف الأمسية الكبار، الأستاذ الباحث في التراث والمحامي في مدينة فاس وخادم طرب الآلة الأستاذ عبد الفتاح بن موسى. ما تساعدش الظروف باش نشكر كل واحد بالاسم ديالو، لان الا جينا نشكر كل واحد بالاسم ديالو غتمشي الامسيه وما نستمتعوش، وحنا جينا باش نستمتعوا اليوم بطرب الاله كما سماه المرحوم محمد الفاسي. طرب الاله، جلجل ترى المعاني وافهمني يا فلان، ما تنطق الاواني الا بما سكن. طبيعة الحال الأمسية ديالنا الأمسية في طرب الآلة وفي المديح النبوي والسماع رفقة المجموعة الصوتية لجمعية غرناطة، المجموعة الصوتية لجمعية غرناطة لطرب الآلة، جمعية غرناطة اللي تأسست سنة 2016 بمبادرة من السي عبد العالي حماني، واللي طبيعة الحال تفاعلوا معها مجموعة من عشاق هذا الفن الأصيل، وشاركت في مجموعة من السهرات، مجموعة من المنتديات، الآن كتضم 25 فرد بين رجال ونساء وفتيان وفتيات، اللي كيكونوا المجموعة سواء كموسيقيين أو كمجموعة صوتية. مرة أخرى كنرحب بكم باسم جمعية غرناطة لطرب الآلة، وغنخليكم غنفتتحوا بآيات بينات من الذكر الحكيم. يرتلها على مسامعنا القارئ جلال الدين.